والله يا جماعة الخير يا الأمثال والحكم إنها تختصر عليك مدرسة مدرسة مقرصة؟ مدرسة ايه محزن في الأمثال للميداني شيء والله جدا يا أخي تختصر عليك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال أنت بتنصح فتاة أو تنصح شاب جرب أكثر من مرة ما مشت معها الأمور ولدغ خلاص لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين خلاص ما يحتاج تطول معه خلاص رسالة خلاص رسالة